توقعك يا احمد ان ممكن ولا لا؟ بالنسبه للكاس العالم للانديه صعب، لا لان مش التذاكر للمسابقه ما تقلقش. صعب لان التذاكر نزلت، يعني تذاكر الماتش لا الاولاني معلش، الماتش بدل ما يبقى يوم 5 يبقى يوم 9. مش دي الازمه. بس يعني هنزلوا التذاكر ليه؟ نزلت امبارح ولا اول امبارح تذاكر ماتش الاهلي؟ التذاكر نزلت اول امبارح، فصعب يعني، اعتقد صعب يعني. يعني ان شاء الله تتحل باذن الله، يعني تيجي ايه حل اللي بتقوله كده. ده؟ بس حاولي. هو صعب وان شاء الله تتحل. يعني هي صعب الامور، لا صعب يعني. اعتقد ان احنا لازم خلاص نتكيف على الوضع الحالي، لازم ان احنا ان شاء الله المنتخب باذن الله يوصل لدور ادوار بعيده، سواء او ياخد البطوله كمان باذن الله. يعني احنا نجهز، نستغل بقى ان في عندنا كاس الرابطه الفتره دي، نبدا اعتقد نعتمد. كاس الرابطه هيبقى شيء جيد. طبعا كاس الرابطه ده هيبقى مفيد جدا للنادي الاهلي في كذا حاجه. اول نقطه ان احنا لازم نجهز العناصر البديله والعناصر الاساسيه اللي ما كانتش بتاخد في الفتره اللي فاتت، زي حسام حسن، زي كريم فؤاد، زي احمد عبد القادر، زي في لعيبه كتير جدا يعني. وفي برضو ممكن تصعد عناصر من الشباب، يبقى انت في نفس الوقت بتدي لعيبه. حسام حسن، قلنا حسام حسن واحمد عبد القادر وكريم فؤاد وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وعمار حمدي، لعيبه كتيره جدا. انت عندك تشكيله باسم صلاح محسن، تشكيله قويه جدا تقدر ان انت تديها وتلعب برضو بنفس التشكيل، يعتبر هو الاساسي. وممكن تصعد برضو بعض العناصر الشابه زي محمد فخري مثلا مواليد 99، محمد مغربي مساك كويس جدا مواليد 2001 في المنتخب الاولمبي، ممكن تدي فرصه لمصطفى شوبير مع علي لطفي مع حمزه علاء حارس المنتخب الاولمبي. برضو في لعيب يعني محمد فخري، زياد طارق، كل دي لعيبه كويسه جدا يعني. ميدو نبيل، ميدو اسامه، يعني ممكن انت في نفس الوقت بتعمل خليط. مش معنى كده ان انت هتلعب بالشباب، لا، انت هتدي اللعيبه الاساسيه وفي نفس الوقت ممكن تكمل القائمه بالشباب. لو كسبنا لعيب او اتنين مع العناصر الشابه يبقى انت كسبت فرقه اساسيه وفرقه شابه، وفي نفس الوقت جهزت نفسك لكاس العالم للانديه. النهارده لو العناصر اللي هي مش موجوده معاك، انت حوالي 9 لعيبه يعني، هم الستة بتوع منتخب مصر، وعندك بدر بانون وعندك علي معلول مش موجود، وعندك أليو ديانج مع منتخب مالي، 9 لاعبين مش موجودين. وبالتالي لازم نجهز نفسنا من دلوقت عشان ما نرجعش بقى نقول ايه، طبعا هيبقى يعني، طبعا هيبقى غياب 9 لاعبين ده حاجه فارقه مع النادي الاهلي بالتاكيد، يعني ان انت تلعب كاس العالم للانديه من غير 9 لعيبه اساسيه. ولكن احنا لازم، بس مش هيغيبوا كلهم، مستحيل العالم هيوصلوا فاينل. انت عندك منتخب مالي قوي، هيوصلوا فاينل منتخب مالي مع علي ديانج، ممكن يوصلوا نص نهائي. عندك منتخب مالي قوي ممكن يبقى الحصان الاسود سيمي فاينل، ولا ما هيلعب ثالث ورابع برضه يعني كده كده قاعد للثالث ورابع. اشك الاربع منتخبات يوصلوا سيمي فاينل، دي تبقى صدفه. فانت صدفه ايه؟ فاحنا لازم كاس الرابطه لازم نستغلها في كده احسن من اللي بعده. كاس الرابطه لازم نستغلها في كده، ان انت لازم تجهز بقى بعض العناصر، وعندك لعيب زي قفشه ما انضمش للمنتخب، مع احمد عبد القادر، مع بيرسي تاو، مع ميكيسوني، مع طاهر محمد طاهر، عندك صلاح محسن وحسام حسن. فانت تقدر تعمل برضو ان شاء الله توليفه جيده باذن الله، وتكون جاهز تحسبا لاي حساب من دلوقتي، يحصل اي حاجه المنتخب ان شاء الله وصل للنهايه او اخذ البطوله او وصل نص النهائي، تبقى انت جاهز. ده اللي احنا لازم نشتغل عليه ونسعى، والباقي ان شاء الله بتاع ربنا يعني. يا رب من بوقك لباب السماء. قال لك صعب بس تتحل ان شاء الله. متفائل احمد. ايه؟ متفائل. ربنا يكرم والله. لا هو لازم نتفائل، اصل هنعمل ايه؟ برضو بيني وبينك برضو 9 لاعبين كتير جدا ان هم ما يبقوش موجودين، 5 لاعبين، 3 لاعبين كتير ان هم ما يبقوش موجودين، حتى لو على سبيل المثال. خصوصا 9 اساسيين، يعني انت بتتكلم على مجموعه معظمها اساسي مع مع الفريق، مش موجود على الدكه. يعني هو 9 دول ومعاهم مثلا بيرسي تاو ومجدي قفشه. بالظبط. اللي ممكن يكونوا فريق اساسي. الفريق الاساسي للنادي الاهلي وقالي. ما نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، ولكن اعتقد مع انتخاب مجلس اداره اتحاد كره القدم الجديد برئاسه الاستاذ جمال علام يجب ان يكون لهم دور، ومحطوطين في اختبار صعب جدا يا كريم. طبعا يعني اكيد مجلس اداره ومنتخب افضل، الشكل افضل من حته ان في لجنه متعينه من قبل الفيفا في السنتين اللي فاتوا. ربما طبعا انتخابات كانت نزهه، يعني الموضوع كان بسيط، ما فيش منافسه قويه، لكن بنتمنى لهم من التوفيق، بنتمنى لهم ان هم يكونوا معانا، شافوا المشاكل. شيء جيد ان تبقى انت متابع، يعني شيء جيد تبقى عارف انت شايف. لا مش قصدي، شيء جيد انك متابع المشاكل، عارف ايه هي، لان اكيد وانت متابعها ليك وجهه نظر وليك راي. لما انت تبقى قاعد على الكرسي وفي المنصب، المفروض يبقى الامر سهل بالنسبه لك في مواجهتها، بس اهم حاجه ان انت فعلا وانت بتواجه الملفات اللي عندك تبقى واضح ومباشر. عجبني جدا النهارده ان معظم يعني الاتحاد لما اتكلموا على حته كاس الامم والكان، وحته ان احنا رايحين مش هنروح تمثيل مشرف ورايحين
نكسب البطوله وبالتالي كيروش هوب هم بكره رايحين المعسكر المنتخب فراح هوب كيروش مشفت تصريحاته وطبعا بعد شويه عن الكلام المفروض كان يتقال في الغرف المغلقه اللي هي بدون العقد زي ما انت حضرتك تفتكر هنا في البيت الكبير انا قلت لحضرتك من قيمه اسبوع قلت لك عقد كيروش ما فيهوش اي بند بيلزمه بتحقيق اي شيء في كاس الامم ولكن الحاجه البند الوحيد اللي محطوط في عقده هو التاهل للمونديال لو ما تحققش من حق اتحاد الكره ان هو يفسخ العقد وبالتالي انا بشوف ان اتحاد الكره النهارده في التعامل مع التصريحات على كاس الامم اعتقد كانت تصريحات جيده وواضح جدا ان الجميع بيتكلم بنفس اللغه اللي احنا بنتمناها هو ده امر اثر على كيروش ونتمنى له ان شاء الله حتى لو في انتقاد نتمنى ان هو يكون اتعلم الانتقاد في بطوله كاس العرب وان شاء الله نقدم بطوله كاس امم افريقيه مختلفه عن اللي قدمناها في 2019. متوقع ايه لمنتخبنا يا احمد في البطوله؟ يعني ان شاء الله يعني انا متفائل يعني ممكن اعتقد ممكن نوصل نص نهائي يعني ممكن نوصل نص نهائي بس هي في حاجه انت على حسب الطريق انت لو صعدت اول لازم تصعد اول في مجموعه مصر لازم ليه عشان تبعد عن الجزائر يعني انت لو صعدت تاني هتقابل اول مجموعه الجزائر بصراحه هتخرج بدري لو صعدت تاني من مجموعه مصر هتقابل الجزائر دي نقطه مهمه لازم تكون في الحسابات لان الجزائر حاليا اقوى منتخب افريقي وهو المرشح بشوف ان هو مع السنغال بصراحه وهو طبعا بس الجزائر اقوى كمان لان الجزائر عندها انسجام اكتر من فرقه السنغال عندها مدرب محترم جدا جمال بالماضي عامل معاهم شغل محترم جدا فانت لو انت صعدت اول يبقى انت بعدت عن الجزائر مشوارك هيبقى فيه ثالث المجموعه يعني هتلاعب ثالث اللي هو من احسن الثالث وبالتالي هتبقى طريقك اسهل شويه في دور الثمانيه هتقابل غانا او بوركينا فاسو فطريقك هيبقى اسهل شويه ان انت توصل نص نهائي لو صعدت اول في المجموعه عشان كده بقول لو صعدنا اول احنا ممكن نوصل نص نهائي لكن لو صعدنا ثاني هتقابل الجزائر في دور ال 16 فهتبقى الامور صعبه جدا فمن ده انا شايفه بالنسبه لطريق مصر يعني فلازم الجهاز الفني يشتغل على النقطه دي ان انت لازم تصعد اول مهم قوي ان انت اول مباراه احنا حظنا مش حلو ان انت هتقابل نيجيريا اول مباراه دي برضو بس احنا عملناها بس في 2010 بس وكان كسبنا يعني في المباراه الاولى اعتقد غياب فيكتور اوسمين الاخير ده بسبب كورونا فيكتور اوسمين لا فيكتور نفسه لوحده غيابه يعني اداك هداف وهداف نيجيريا في التصفيات مرعب. كمان لا مرعب بتتكلم مهاجم واتفورد فاعتقد يعني بيديك مساحه كبيره قوي ان انت تلعب فريق مختلف عن الفريق كنا ممكن نلعبه لو فيكتور اوسمين كان أربعة كريم كمان في اربعه بس هو هنتكلم على يعني على في ثلاثه جامدين قوي يعني اوسمين ودينيس مهاجم واتفورد ده برده ماشي بشكل كويس جدا في الدوري الانجليزي غايب والمدافع الاساسي بتاعهم بالاجون اللي هو كان بيلعب في البوندس ليجا وراح رينجرز الاسكتلندي ده بتاع احمد حجازي بتاعهم نفس الستايل بتاعه نفسه مدافع خبره بس لسه في عندهم نديدي وعندهم احمد موسى وعندهم موسى سايمون ده موسى سايمون ده نفاسه وشيكويزي طبعا بتاع فيا ريال يعني فرقه قويه لكن اكيد بعد غياب فيكتور اوسمين بيدينا يا كابتن اسلام مساحه ان احنا المباراه دي فعلا تبقى يعني انا شايفها المباراه بقت اسهل شويه عن وجود فيكتور اساسي مع الفريق ده احنا بنتكلم على مهاجم مؤثر ما يشبه كده تاثير محمد صلاح معانا ياه طبعا فيكتور اوسمين طبعا بنتكلم يعني طب احنا هنتكلم اكتر على الشاشه على المنتخب النيجيري وبقيه المنتخبات ولكن